بسم الله وما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ونصلي على النبي مع بعضنا. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد. حبوباتي العزيزات على قلبي، طولت عليكم وطولت ياسر، مش شوية، أما اسمحوا لي والله ظروف يا البنات، أقسم بالله غير الله غالب، سمحولي وخلاص. وش نقولوا وللمحب في القلب مكانة، يعني حبوني وخليوا لي بلاصه في قلوبكم لاني انا نحبكم ونموت عليكم. اليوم حباباتي جبت لكم وصفه تهبل، وصفه جده وجداك، وصفه ناس بكري، وصفه طبيعيه، اذا ما نفعتكش ما راحش تضرك، على تساقط الشعر. كيما تعرفوا حباباتي الشعر الوقت هذا كامل ما كانش واحده اللي تشتكي، اللي ماهيش تشتكي باللي شعرها، يا شعرها يطيح، شعرها رهيف، شعرها قاعد يتكسر، شعرها شاحب، شعرها ماهوش فقد هذاك البريق ولا ما نتاعو، ياسر ياسر اللي عنده المشكل هذا. احنا قبل ما نبداو في الوصفه نتاعنا راح نحكيو على الشعر تاعنا راهو قاعد لا راه قاعد يطيح، لماذا؟ كما نقولوا احنا اسباب تساقط الشعر. اول حاجه هي المستحضرات الكيماويه كيما الصبايغ والكريمات وهذاك وما شابه، باش ما نطولش عليكم ياسر. هذيك الصبيغات اللي ورا بعضاهم ويكون الشعر تعبان مريض، ونزيدو احنا نعملو له ديجا الصبغه معمره بالبرودوي شيبي، راكم تعرفوا ديما ديما طيح صافي، ساهل ساهل بعد طيح لنا الشعره تاع السيشوار كيف كيف، لانه الشعره تكون رهيفه وحنا نعرضوها لهذيك السخانه تاعو كيف كيف تطيح، هذيك كيف كيف هذيك لابلاك تاع الشعر. وكاين حتى اللي ما عندهمش لابلاك تاع الشعر يعود شعرهم طويل، وشفتهم بعيني هادم يحطوا شعرهم يحطوا فوق ويحطوه فوق قماش طوبي ويحطوا فوق قماش واحد اخر ويحدوه كيما نحدوا القش. هذيك اكبر غلطه واكبر اكبر اكبر خطا، لانه في هذه اللحظه راكم تقتلوا في الشعره تاعكم، يعني تحكموا عليها بالاعدام نهائيا. وكاين كيف كيف كما نقول احنا مشاكل مشكل وراثي، يعني مش مشكل عفوا، عوامل وراثيه بالصلع. كاين اللي عودوا كما نقولوا يعني ولديهم عندهم هذاك الصلع ورثينه جدا عن اب، يعني هذا الصلع يجي نورمال خلا. وكيف كيف مشكلات صحيه كما في الجهاز المناعي، الغده الدرقيه، مشكلات كما نقولوا مشكله كيف كيف حنايا كيفاش نقولوها يا ربي، المشكله تاع حاشاكم العاده الشهريه كي تكون عندكم بلوكاج، يعني بلوكاج تكون يعني واحده من بنياتي عندها بلوكاج يجيها هذا التساقط الشعر يجي. كيف كيف كاين هذاك الدواء تاع السكر، دواء تاع لاتونسيون، مع الوقت يولي يطيح الشعر، وسيرتو دواء تاع الروماتيزم اللي عندهم روماتيزم وعندهم الام في المفاصل يشربوا في دواء افي يطيح لهم، سيرتو الغده الدرقيه هذه انا اللي نحكي لكم. كان شعري يطيح بطريقه فظيعه، صدقوني كي نوض شعري نلقاه في المخده طاح خلاص، بورتون كان شعري يعني مليح الحمد لله، عملت كلش، عملت كيما نقولوا هذوك ليما هذوك الخلطات هذوك لي ماسك، عملت ياسر امور اللي نعرفها والو. فينالمون واش لقيت بلي عندي الغده الدرقيه وانا مانيش فايقه بها، وعندي كيف كيف نقص في فيتامين الحديد وفيتامين دي. بيان سور مادام عندنا الغده الدرقيه يعني فيتامين دي تاعي طايح ياسر ياسر. البنات راني نحكي لكم في الامور هذه باش تعودوا على بالكم، يعني بالعوامل اللي تساهم في تساقط الشعر، لازم هاد الحوايج تعودوا على بالكم بها قبل ما تبداو، باه تعرفي السبب، اون فوا تعرفي السبب علاه شعرك راهو قاعد يطيح، صايي تقدري تلقاي العلاج نتاعو ثمثم، اوكي؟ وش الاخر؟ وكاين حتى اللي عندهم تكيس المبايض، تكيس المبايض وسي يجيب المشكل نتاع تساقط الشعر، اللي راهم يشربوا في ليبيليل هذوك يعني حبوب منع الحمل، هذوك يطيحوا الشعره يرقوها تولي رقيقه وتطيح وتضعف وتفقد البريق نتاعها. ياسر عوامل اللي تساهم في تساقط الشعر تاعنا، يعني الشعره تاعنا تروح خلا. درك واش راح نعمل؟ اول حاجه نبداوها نحكيو شويه على الزيوت. احنا لهنا عندنا زيت اللوز، هو وين زيت اللوز؟ هاو زيت اللوز تاع الحلو والا المرس كيف كيف، وهو احسنها زيت اللوز.
زيت اللوز المر، يعني بالنسبه للشعر هما كيف كيف، اما المر خير وخير لانه هذا يعود فريمون مدعي. واش نعملوا له؟ هذا ندفيوه شويه، ما تخليوهش يغلى، هذا زيت اللوز ندفيوه شويه، ومن بعد نبداو ندهنوا به الشعر تاعنا، يعني ندلكوا به الفروه تاع الراس، ندلكوها مليح ونغطيوها ببلاستيك، معليش كي يبقى ليله كامله ما عنده ما راح يعمل لكم. ومن بعد في الصباح تغسلوه، ولا بعد ربع سوايع خمسه سوايع انتيا والوقت اللي ساعدك تغسليه. وكيف كيف زيت الزيتونه، زيت الزيتون ها هو وين حباباتي، زيت الزيتون ما كانش وحده اللي ما تعرفش، وما كانش بيت اللي ما فيهش زيت زيتون. كيف كيف ندفيوه شويه ما نخليوهش يغلى، ومدى بيك ترقدي فيه الثوم وتخليه وتدهني به شعرك، تبتي به في الليل ولا من الصبحه للليل وتغسلي شعرك، يعطيك نتيجه مليحه. وزيت الخزامه كيف كيف نفس الطريقه، زيت الخزامه درك ما عنديش، مين نقول لك كم عليه، زيت الخزامه كيف كيف تدهني به شعرك. وزيت الخروع كيف كيف قطرات مع زيت الزيتون، زيت الخروع وديريه في شعرك. واما زيت جوز الهند هذاك يبقى غير شويه نص ساعه، ها هو وين عندي جوز الهند، شوف كي يبرد راهو يجمد زي هكا يولي زي الزبده، نحيوه حطوه حتى على الفرن تاعكم بركه، لهنا راني صبته قريب يفضلي، حطوه على الفرن تاعكم يدفي لكم شويه حتى يولي مزيت، يعني يولي خفيف، وتدهني به شعرك مليح، مي يبقى لك ساعه نص ساعه ما تزيديش، وبعد تغسلي شعرك بالشامبو تاعك اللي يليق عليه. وهذه يعني هذوما يعني هذوما لي زاستيس اللي قاعده نقول لكم عليهم، وال وهذوما يعني الزيوت اللي قاعده نقول لكم عليهم، هذوما راهم صدقوني اسمعوني مليح ونفذوهم صدقوني راح تخرجوا بنتيجه مليحه. اما الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم هذا تانا زيت الصبار، زيت الصبار كيف كيف يا البنات حتى هو راهو مليح، نسيت باش نعته لكم، ها هو وين وعندي دوريجين تاعو، ها هو مليح للشعر مليح للوجه مليح، حتى تدهني به وجهك في الليل مي ما تقبليش به السمش. هذا زيت الصبار كيف كيف ادهني به شعرك وقعدي ساعتين ثلاثة سوايع واغسلي شعرك، هذا يقتل هايل. هذا دوكا يا البنات رايح نروحوا للوصفه نتاعنا تاع الشعر اللي فريمون فريمون مليحه للشعر اللي طيح، وهذه الوصفه خصيصا لحبيبتي كنزه، وسمحي لي يا كنزه اسمحي لي طولت عليك، اما على غالب راهي عندي ظروف. شوفوا يا البنات الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم واش هو، عندنا صفار بيضه، ها هو صفار بيضه بلاشي البلون بلون دوف، وزوز ملاعق نتاع تاع البصل عصير البصل، ان شاء الله راكم تشوفوا فيه مليح، زوز ملاعق عصير البصل، ربيو البصل مليح صفيه في صفايه رقيقه تتحصلوا على هذا العصير، وزوز ملاعق زيت الزيتون، زوز ملاعق برك، نخلطوا كلش في بعضه، نخلطوا كامل كامل نخلطوه مع بعضه. شوفي نحطوا العصير ونحطوا صفار البيضة، ان شاء الله راكم تشوفوا مليح، راهو البرايا البنات اللي راهو يحكم لي تليفون تاعي هذاك خسر لي سامحولي. وصدقوني صدقوني يا البنات ما نقول لكمش هذه الوصفه وشحال راهي مليحه، والله يا البنات جربوها وردوا لي الخبر. ستاري سيحت شويه، خلطوها مليح باش نزيد نعطيها لكم، شوف خلطوها خلطوها مليح حتى تحصلوا على هذا الخليط. واش تعملوا به؟ تدهنوا به شعركم كامل سيختو الفوق، يعني من لغاصين وتمشي وتمشي وسيختو الفوق، باسكو الفوق هذيك هي البصيله تاع الراس تاعنا تاع اللي ينبت فيها الشعر، هذيك مليحه. ونبداو ندلكوا بها شعرنا، يعني ندهنوا شعرنا بها، وميم طون انا ندلكو في فروه الراس ونخليوها لمده ساعه ولا نصف ساعه، خليوها ساعه والا نصف ساعه، ومن بعد نغسلو بالماء الدافي والشامبو تاعك اللي انتيا لوالمك، شامبو اللي والمك انتي، ومن بعد تشيحي شعرك مليح مليح مليح، وما تشيحيش بالسيشواغ ردي بالك، خليه ساعه حتى ينشف وحده مليح، باسكو كي تكون الشعره ديجا فيها الماسك هذا تاع الزيت وعدار، ومن بعد هي تكون مبلوله راح تزيدي تعاودي تكسريها بالسيشواغ. واللي تكون البنات شعرها طويل ومت يعني يطيح لها كي تعمل ان ساشي، يعني تعصبي بان ساشي كيما هكا راح تزلق لك، اعملي تيل زي هذا، عصبي بالتيل زي هذا، عصبي به شعرك
ومن بعد يعني تلمي به شعرك كامل سيرتو كي يكون طويل، ومن بعد حطي هذا الساشي فوق راسك وقعدي بها كما قلت لك ساعه والى نص ساعه واغسلي شعرك. صدقيني يا حبيبتي راح تتحصلي على نتيجه تهبل ونتيجه ملاحه، ومرتين في الاسبوع ما تنساوش، مرتين في الاسبوع. وهكا هو، وهذا هو لا فيديو تاعنا تاع النهار اليوم. ان شاء الله لا فيديو هذه تعجبكم، وان شاء الله تنال رضاكم، وان شاء الله يا ربي يا ربي كامل اشعاركم كما نقولوا احنا يروح لكم تساقط الشعر. وكيف كيف بناتي حبيت نزيد نقول لكم، كي تغسلوا شعركم دائما اعملوا شويه هكا نتاع زيت اللوز والا زيت السمسم في يديكم، ودهنوا به شعركم ماشي من فوق، ام دهنوه من تحت هذوك الليبون تاع الشعر من تحت باه الشعر تاعكم يتغدى ويروحوا لكم هذوك اللي فوقش، ويخلي لكم هذا الزيت يشيح لكم مع هذاك الماء كي يكون شعركم مبلول، يولي لكم شعركم عنده واحد البريق يهبل، يعني يعود فيه لمعان، يعود عنده الشاغم نتاعو. هذه هي وصفتنا تاع النهار اليوم خواتاتي، ان شاء الله تعجبكم وان شاء الله تنال رضاكم. ما بقى لي غير نقول لكم دمتم سالمين، وما تنساوليش الجيم، ما تنساوش زر الاشتراك، وما تنساوليش تعليقاتكم، قولوا لي واش تحبوا واش رايكم، واللي تجرب الوصفات هذه ترد عليا وتقول لي يعني على النتيجه تاعهم. ما تنساوش هذه الوصفه مرتين في السمانه، مرتين في السمانه ان شاء الله ان شاء الله تجيكم تلقاو نتيجه مليحه ونتيجه يعني ترضيكم. دمتم سالمين البنات. رجعت لكم بعد ما رحت تفكرت، ماذا بكم في لي كومونتير تقولوا لي على النوعيه تاع الشعر تاعكم، اسكو خشينه، اسكو رهيفه، اسكو كيما نقولوا احنا هذيك كيما الروسول اللي تتلم في فيسع، اسكو هذيك اللي فيها الماسك ساعات وحدات تصور شعرها يعودون ديغي فيه لاماس، هو هذاك هو لاماس سيفغي يعني. المهم تقولوا لي على النوعيه تاع الشعر تاعكم باه نحكيو شويه على لي شامبوان ونوعيه لي شامبوان والمكون تاع الشامبوان في حد ذاته. صدقوني والله يا البنات مش محتم شامبوان تاع الخارج ولا شامبو هذاك الغالي يخلاه باه يخدم لك شعرك، لانه ياسر ياسر اللي غالطين في هذه الامور تاع لي شامبوان. تروح تشري شامبوان 200000 300000 صدقوني ما يعطيها حتى نتيجه، يزيد يهلك لها شعرها بارابور الشامبوان واحد اخر 60000 50000 ويعطيك نتيجه مليحه، لانه هذاك الشامبوان السر في المكون نتاعو واش هو. انتم قولوا لي على النوعيه تاع الشعر تاعكم، ان شاء الله نحكيو في لي شامبوان ونوعيه نتاع الشعر. الشعر وي الشعر تخلطت لي في الفيديو الجاي ان شاء الله. دمتم سالمين.